السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعي الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة فالنسيا القادمة بإذن الله تعالى أمام ريال بيتيس في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني. مباراة فالنسيا القادمة بإذن الله تعالى يكون ميعادها غدا السبت 3 أكتوبر 2020 أو 3/10/2020. المباراة يكون ميعادها الساعة 9 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 10 مساء بتوقيت مكة المكرمة والسعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام سوريا ولبنان والأردن وفلسطين. كذلك الساعة الثامنة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 7 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. القناة الناقلة لمباراة فالنسيا أمام ريال بيتيس هي قناة بي إن سبورتس اتش دي 3 والمعلق عامر الخزيري. كذلك قناة ماتش فوتبول 1 ستانتا سبورتس يورو آسيا سبورت بلس اتش دي البلغارية سبورت كلاب 1 الصربية سبورت كلاب 1 اتش دي السلوفينية سبورت كلاب 1 اتش دي الكرواتيه سبور سمارت اتش دي بي ان سبورتس 2 الفرنسيه دي جي سبورت 2 اتش دي السلوفاكيه وكوزموت سبورت 2 اتش دي زيجو سبورت سيلكت اتش دي سي مور فوتبول سبورت كلاب 1 وانتجرو لا ليجا تي في بار سبايلر 2 تي في بي ان سبورتس كونكت تيليكوم سبورت 2 اتش دي روم لا ليجا تي في اتش دي الانجليزيه وسي مور سبورت 2 اتش دي اف اي ان. بالنسبه لترتيب فالنسيا قبل هذه المباراة، فالنسيا في المركز الثاني بعد لعب 4 مباريات برصيد 7 نقاط، أما ريال بيتيس في المركز السابع بعد لعب 4 مباريات وهي لديها 6 نقاط. متابعينا الكرام، كان معكم محمد نور الدين من قناة معلومات مفيدة، قدمنا لكم موعد مباراة فالنسيا القادمة أمام ريال بيتيس في الجولة الخامسة من الدوري الأسباني بتوقيت مصر وجرينتش ومعظم الدول العربية. اشترك في القناة بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب على الاشتراك أو سبسكرايب واعمل لايك للفيديو وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.